الحمد لله يمكن حلاوة العالم الوطني وحلاوة النشيد الوطني كانت أكثر من هذه الميدالية. وإسماع النشيد وخاصة الجزائريين اللي راهم هنا يشجعوا فيا والشعب الجزائري اللي يشجع فيا هو اللي مدلي الحافز باش خلاني نربح. سيتي أوبليغاتوار نربح، كان لازمني نربح ولازمني نفرح الجزائر. الحمد لله شو طري كونتون، قضيت بأن ديزيام طوكيو الحمد لله. اليوم رجعت بقوة، عملت عليها، دخلت فيك ان كونفيونس باني خادم، عندي باجاج نعول عليه. الحمد لله الشيء اللي خلاني ربحت وحققت ميداليه ذهبيه في باريس 2024.